النهارده الحد السادس من الخمسين المقدسه اللي هو الحد اللي بعد الصعود، عشان كده الدوره كانت في الهيكل بس، لان خلاص المسيح صعد الى السماء، فبنعمل الدوره جوه الهيكل بس. النهارده الايه الجميله قوي، فكوا انا قد غلبت العالم. المسيح النهارده لو المجد بيقول لنا انا قد غلبت العالم وانتم لازم تغلبوا العالم. العالم اتجاهين يا احبائي، العالم اللي حوالينا اللي مليان بالشر والعنف والظلم، والعالم اللي داخلك اللي مليان بالخطيه ومليان برضه بالشر، في جهاد. وعلشان اغلب العالم اللي حواليا لازم اغلب العالم الشر اللي بداخلي الاول. مش هقدر اغلب شر العالم اذا كنت انا مخلي الشر بداخلي، مستحيل. فده جهاد صعب وجهاد قوي، ولكن هنشوف ان زي ما هو قال لنا بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء، هنشوف مين يقدر يساعدنا النهارده. هنبتدي بالداخلي لان ده مهم قوي. بعالم الشر اللي بداخل الانسان، اكبر حاجه بتقضي على الانسان وما يقدرش ان هو يقضي على الشر اللي في العالم هو الكبرياء. الكبرياء. فلازم يا احبائي بمساعده الروح القدس هنشوف ننتصر على الكبرياء بالتواضع. يقول ايه؟ قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. وعشان كده القديس بولس يدينا هذه النصيحة وهذا الإرشاد، إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه. الكبرياء يا أحبائي مدمر ومضلل. عشان كده حتى التلاميذ وقعوا في هذا الكبرياء، حتى التلاميذ وقعوا في هذا الكبرياء. كانوا تملي يسألوا، وكما ذكر الإنجيل في إنجيل معلمنا مرقس بالذات، من سيكون منا عظيما؟ ومرة تانية قديس يعقوب والقديس يوحنا راحوا ليسوع قالوا له اسمع، أنا عايزين أنا واحد يقعد على يمينك وواحد يقعد على يسارك في الملكوت. يسوع لما شاف كده قال يا لو سبت تلاميذي في هذا الكبرياء ولا كلمة من كلام الله هتنتشر، ولا العالم هيعرف المسيح. فابتدى يعلمهم، وجي يوم الخميس بعد ما سمع هذا الكلام وجمع شفة واعتذر بها وابتدى يغسل رجلهم وقال لهم ايه؟ فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. هل من السهل أن احنا ننتصر على الكبرياء؟ لا، صعب. في نفس اليوم ويهوذا ماشي راح يتساوم على المسيح، وفضل الحداشر تلميذ وقعدوا يتشاجروا، يثبتين يتشاجروا من سيكون عظيما. وجي تاني المسيح وأعطاهم درس وقال لهم الكبير فيكم فليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم، لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكن أنا بينكم كالذي يخدم. فهم التلاميذ الدرس؟ فهموا الدرس. عشان كده بعد شوية كده بعد كام سنة نلاقي بطرس يقول ايه؟ كونوا جميعا متحدي الرأي، ذوي محبة أخوية، مشفقين، لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بالعكس مباركين، عالمين أنكم بهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. ويعقوب الرسول يقول لنا يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
ازاي انتصر على الشر يا احبائي؟ ازاي انتصر على الشر؟ ان انا ابدل الكبرياء بالتواضع، والحاجة الدنيا اتعلم كيف احب. ده اساس كل انتشار المسيحية في العالم، التواضع والمحبة، والاتنين دول اساس عمل الخلاص. هكذا احب الله العالم، وهكذا ابتدع الله وغسل ارجل تلاميذه، وكان ليس له اين يسند راسه. الحاجتين دول مهمين قوي. طب ازاي انا انتصر على الكراهيه؟ الكراهيه والشر في العالم كتروا قوي، ما نعرفش دوافعها ايه. ربما الخوف، ناس عايشه في خوف، ربما الجهل، ربما القمع، ربما التحيز، ربما القبليه، ربما التعصب. علشان كده نجد ان الكراهيه مسلطه على العالم دلوقتي. حتى احنا لما نيجي نتكلم ويا بعض نقول فين؟ ما بقاش في محبه بينا ليه؟ مفيش محبه بينا ليه؟ عشان كده سيد المسيح لما جه قال انا عايز اديكوا وصيه جديده، خلاص احنا في العهد الجديد. ايه يا رب؟ قال انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا، تحبون ايضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حبا بعضا لبعض. ويجي يوحنا الرسول الحبيب يقول كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. عشان كده المسيح على الصليب قال ايه؟ اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. قديس استفانوس أول الشهداء لما قاعدين يرجموه، كان بولس الرسول لسه شاول وقاعد حرس هدومه، يقول ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وبعد ما قال كده استشهد ورقد. ازاي اتغلب على الحاجتين دول اللي هما الداخليين بعد، عشان اقدر بعد كده اتغلب على الشر اللي حواليا اللي في العالم والخطية؟ في معزي، في مساعد ربنا بعتهولك اللي هو الروح القدس. الكنيسة لما بترتب الاناجيل ما بترتبتهاش اعتباطا، كل حد كده له انجيل، عشان كمان الحد الجاي هو عيد حلول الروح القدس، فبتمهل لنا، بتفهمنا النهاردة. الروح القدس السيد المسيح قال للحداشر تلميذ، قال لهم ايه؟ انا اطلب من الاب لان يهوذا كان خلص، وانا كان يعني انتحر، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد. المعزي اللي وعد به المسيح هو الروح القدس الذي ارسله في يوم الخمسين. طب ازاي الروح القدس يساعدنا النهارده؟ ازاي يا احبائي؟ ما كلنا خدنا الروح القدس في يوم العماد، كلنا نفس الروح القدس اللي نزل كالسنه نار، بينزل على مياه المعموديه وبينزل على المعمد ويعمل فيه ويحوله من الظلمه الى النور. وهكذا لما تسمعوا صلوات المعموديه جميله فوق الوصف، بس اسمعوها. ازاي الروح القدس يساعدنا؟ احنا عارفين الكتاب المقدس هو اللي مكتوب فيه، سواء في العهد القديم او العهد الجديد، كله مكتوب بموحى به من ايه؟ من الله. عشان كده يقول تكلم اناس الله القديسون مسوكين من الروح القدس. بدراسة الكتاب المقدس وبممارسة الوصايا التي في الكتاب المقدس تستطيع أن تغلب الخطية التي فيه وأن تغلب الشر الذي حولك. كتابك المقدس اقراه، كله. كتابك المقدس هو اللي هيرشدك، لأن كل الكلام موحي به من الروح القدس، مش كلام بشر، مش كلام إنسان، موحي به من الروح القدس. الكتاب المقدس هو اللي بيدينا الوصايا، هو اللي بيدينا السلوك كيف نسلك، هو اللي بيدينا الحياة الروحية الحقيقية، هو اللي بيدينا كل احتياجاتنا نعمل ليه في الحرب في الظرف ده. كله مكتوب في الكتاب، كله مكتوب في الكتاب المقدس.
الروح القدس يا أحبائي يساعدك من خلال علاقتك القوية بالكتاب المقدس وبتطبيق الوصايا المكتوبة في الكتاب المقدس. من ناحية تانية الروح القدس يساعدك لأنه قوة عظيمة تفوق المستوى العادي. قوة الروح القدس اللي فينا دي مستواها أعلى بكثير من أي مستوى عادي، وبها يعمل كل الأنبياء والقديسون إلى يومنا هذا معجزات. إلى يومنا هذا بيعملوا معجزات إزاي؟ بقوة الروح القدس. والروح القدس له ثمار جميلة قوي قوي. يقول أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. صوروا كل ده تحصل عليه بقوة الروح القدس. بس احنا يا ترى الروح القدس ده ما هو هو؟ تقول لي طب وليه بقى احنا ما عندناش الحاجات دي؟ لان يا اما انت مولعه فيك، يا اما انت مطفيه، يا اما سلة النار اللي نزلت عليك يوم المعمودية حية وقوية ومنورة، يا اما انت بخطاياك وبالاجريسيون بضد انك تعمل ضد الله على طول وضد الوصايا، وانك انت مش ماشي بطريق ربنا. الروح القدس يطفى، ينزل 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 لغاية ما يبتدي يدخن. وحتى هو مدخن ربنا مش عايز يطفيه ابدا، يفضل مدخن فيه بس ما يطفيهوش ربنا، لانه مش عايز يطفيه. ده ربنا بتاعنا. لو اعتمدنا على الروح القدس يا احبائي هناخد قوة تساعدنا في داخلنا ان احنا نتغلب على كل الخطايا الذاتية وعلى الصعاب، وتساعدنا ان احنا نقف قدام العالم وكل شهواته. وعشان كده مش معناها ان الروح القدس هيشيل مننا التجارب، لا، لكن الروح القدس هيساعدنا ان نتحمل التجارب، لان الرب يعطي مع التجربة الايه؟ المنفذ. وعشان كده يا احبائي ربنا النهاردة بيقول اثبتوا في محبتي. الثبات في محبة الله هو اللي هيساعدنا في جهادنا، سواء ضد انتكاساتنا وخطايانا الداخلية، سواء ضد خطايا العالم الخارجية. معركتنا يا احبائي مع شر العالم، مع نفسينا دينا عرفنا نجاهد من اجل ان نتغلب على الكبرياء والكراهية. الحاجتين دول لو تغلبنا عليهم. اما العالم الخارجي فاسمعوا كلام ربنا بيقول ايه في اخر صلاة له وداعية، هو بيصلي للآب بيقول له لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليس من العالم كما اني لست من العالم، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. قول معزي جدا. الله يا احبائي بيحرسنا، بيحرسنا وبيحبنا، وعينه علينا كلنا، وناقشنا على كفة ايده، واللي يمسنا يمس حدقة عينه، وكل ده عارفينه. اغلب اولا الشر الذي فيك حتى تستطيع ان تغلب الشر الذي في العالم. وياريت النهاردة نحفظ في قلبنا قول يسوع لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنين بالله فامنوا بي. وايضا يقول لنا المسيح النهاردة ثقوا انا قد غلبت العالم الذي له المجد دائما ابديا امين.